تحية طيبة لكم جميعا من قناة حياتنا أور لايف، لكم جميعا في أي مكان نرحب بكم في قناتنا. ونبتدأ مع بعض اليوم لطلاب الصف الرابع الدرس الثالث، وفيه سوف نتحدث عن قصة كتير حلوة ورح نتعلم فيها حكمة حول الأصدقاء واختيار الأصدقاء. طيب شو شايفين احنا هون بالصورة يا رابع؟ شايفين هون شكله في شخص، في حاكم، وهون في عنا رجل كبير بالسن، شكله عم بيحكوا مع بعض، هو هون معصب، يعني في موضوع معين هون عم بتناقشوا فيه، وهون شكله هذا الرجل عم بيحكي معاه وعم بيستمع. هو بنشوف مين هن هدول الشخصيات، تمام، يلي في بيناتهم حوار معين. شو بتتوقع يكون، عن شو موضوع الحوار؟ هل هو يتعلق بالصداقة؟ مدام وحدتنا الآن بتركز عن الصداقة، شو رأيكو؟ طيب خلينا نجاوب، بس شو رأيكو نجاوب بعد ما نقرأ كمان هدول الإجابتين لهدول السؤالين؟ ما هما الشخصيتان اللتان يدور بينهما الحوار، وما موضوع الحوار الذي يدور بين الشخصيتين؟ هذا الكلام احنا شو بنتوقع، وشو بعد ما نقرأ هذا النص شو بنتوقع ممكن يكون الإجابات؟ طيب الآن رح نقرأ النص ورح نفهم مضمون النص في أثناء القراءة. يلا نبلش مع بعض يا رابع. القصة كتير حلوة، تتحدث عن شهبندر التجار والصديق المثالي. يحكى أن شهبندر التجار أراد أن يكون له صديق مناسب يقضي بصحبته أحسن الأوقات، يساعدان بعضهما بعضا ويتشاركان معا لحظات السعادة والحزن، فأعلن عن مكافأة مجزية لمن يصلح أن يكون صديقا مثاليا له، وقال أنه سيعاقب أي شخص يدعي أنه صديق مثالي وهو ليس بالصديق المناسب. ومرت الأيام والأسابيع والشهور دون أن يتقدم أحد، فشعر شهبندر التجار بالحزن الشديد، واستدعى حكيم المدينة وقال له بأسى: هل يعقل أيها الحكيم ألا يكون في هذه المدينة صديق واحد مناسب لي؟ لم يعلق الحكيم على كلام شهبندر وظل صامتا، فسأله الشهبندر بغضب: لماذا لا ترد علي أيها الحكيم؟ أتتجاهل كلامي؟ قال الحكيم بصوت هادئ: يا شهبندر التجار، إن مدينتنا مليئة بالأصدقاء الأوفياء، لكنهم يخافون التقدم إليك والتقرب منك. فسأله التاجر بدهشة: ولماذا أيها الحكيم؟ قال الحكيم: لأنك وعدت بجائزة كبيرة لمن يفوز بصداقتك، ولكنك في الوقت نفسه قررت أن تعاقب أي شخص لا يصلح لصداقتك، فخاف الناس وامتنعوا عن التقدم. والحقيقة يا سيدي، وصمت الحكيم، فطلب إليه كبير التجار أن يكمل كلامه، فتحدث الحكيم بثقة قائلا: الحقيقة أن الصداقة لا تباع ولا تشترى، ولا يمكن يا سيدي أن تبحث عن الصديق المثالي بهذه الطريقة، بل يجب عليك أن تبحث عن الصديق المناسب لك داخل نفسك قبل أن تبحث عنه في مكان آخر. نظر كبير التجار إلى الحكيم بدهشة وقال: اشرح لي ما تقصده أيها الحكيم. قال الحكيم: أنت تبحث عن الصديق المثالي من وجهة نظرك، لكنك لا تستطيع أن تعرف الصديق المناسب بسهولة، لأن الصديق يظهر في المواقف الصعبة، يقف إلى جانبنا في أوقات الراحة والتعب. وأنصحك بأن تبدأ بنفسك وتكون صادقا مع الآخرين وصديقا جيدا لهم، وتتعرف عليهم وتتودد إليهم قبل أن تختار لك صديقا مقربا من بينهم. فكر شهبندر التجار في كلام الحكيم، ثم قال بصوت هادئ: أصبت أيها الحكيم، إنني أبحث عن صديق مثالي، ولكنني لم أسأل نفسي هل أنا حقا صديق مثالي للآخرين؟ ثم أمر للحكيم بالجائزة التي كان قد خصصها للصديق المنتظر، وقرر أن يعمل بنصيحته. جميلة جدا هذه القصة، يعني خلاصتها يا رابع في عنا شخصين اللي هم شهبندر التجار والصديق المثالي. نرجع للسؤالين، أول سؤال بحكي لك شو الشخصيتين، نكتب هون شهبندر التجار والحكيم. شو موضوع الحوار، عن شو كانوا بيحكوا؟
عن اختيار الصديق المفضل أو المناسب للشخص، صح؟ عن اختيار الأصدقاء يعني. طيب، خلاصة هذه القصة إنه كان شهبندر التجار يعني حاب يكون عنده صديق، فصار يحكي للناس يعني أنا بدي صديق مناسب، واللي بصير صديق إلي مناسب أنا رح أعطيه مكافأة مجزية للي بيكون إلي صديق مثالي، ورح بنفس الوقت يعاقب أي شخص بيعتبر حاله هو صديق مثالي وهو مش مثالي ولا صديق مناسب. فإنه هو يعني بده يكون عنده صديق، بده يعطيه مكافأة ورح يعاقب، يعني في عقاب. فهون الناس مباشرة خافت، قالت إيه شو جابرني أنا أروح لعادة، ما بديش أخذ هالجائزة وما بدي أكون صديق مناسب له، لأنه الناس صارت تخاف، فبالتالي ما حدا تقدم. فهون زعل زعل جدا جدا، ورح نادى حكيم المدينة وصاروا يتناقشوا عن موضوع اختيار الأصدقاء. فإجا فهمه الحكيم بشكل سريع، بنحكي شو قال له؟ قال له مليان ناس ومليان أصدقاء الدنيا، أنت وعدت بجائزة وبنفس الوقت حكيت بدك تعاقب، كل الناس خافت. وحكى له كمان الحكيم إنه الصداقة لا تباع ولا تشترى، هاي أهم شغلة بدنا نعرفها يا رابع. صعب أنت تشتري وتبيع الصداقة، لأنه الصداقة خلص يعني الصديق بيكون صديق بدون ما يعني يتكلف بإشي، خلص بيكون هو بيفهم همومك، بيراعي مصالحك، بيساعدك في الوقت المناسب. ففعليا فهم منه هذا التاجر هذا الكلام وانبسط كثير، فعليا صار يحكي يعني أنا كنت أدور على الصديق المناسب، و يعني ما كنت أدور على نفسي إني أنا هل أنا صديق مناسب للناس ولا لا. فقال له ابدأ بنفسك، كون صادق مع الآخرين، كون صديق جيد إلهم، تعرف إلهم، تودد للناس قبل ما تروح تختار. أنت تعرف على كل الناس بالبداية، بعدين اللي حبيته أكتر، شفته بيشبهك أكتر، كويس، اختبرته بأكتر من موقف، فاعتبره هذا صديق مناسب إلك. كثير انبسط الحكيم في هذا الكلام، والتاجر كثير انبسط في هذا الكلام، وأعطى للحكيم الجائزة اللي كان واعد فيها يعني الشخص اللي رح كان يختاره كصديق. طيب، ما هو هذا اللقب اللي هي كلمة شهبندر التجار؟ شهبندر التجار هو رئيس التجار، زمان هيك كان اسمه، وهو الشخص الذي يتمتع بثروة وفيرة وعنده علاقات واسعة بالأوساط التجارية، يعني عنده كتير علاقات كل الناس بتعرفه وعنده كتير ثروة كبيرة. زي ما شفنا خلاصة الموضوع بأنه شهبندر التجار كان في سعي دائم للبحث عن صديق مناسب له، لأن الصداقة كالكنز، وهي رابطة تقوي أو تقوى بالمشاعر الصادقة وبالتفاهم المتبادل. هل يمكن شراء هذه الصداقة؟ طبعا لا يا رابع، لا يمكن بيعها بأي ثمن. أنت عشان يكون عندك صديق حقيقي، أنت اظهر بالبداية روح الصداقة عشان تلاقي الصديق الحقيقي اللي بحبك وبصير معك دائما على الحلوة وعلى المرة. طيب، نقرأ مع بعض يا رابع أسلوبي الاستفهام والنداء ونتمثلهما. هون الحكيم بحكي له لماذا لا ترد علي أيها الحكيم؟ ولا يمكن يا سيدي أن تبحث عن الصديق المثالي بهذه الطريقة. طيب، الجملة الأولى يا رابع، هل بتشوفها أسلوب نداء ولا أسلوب ولا استفهام؟ ما دامها انتهت فيه علامة الاستفهام أكيد تكون أسلوب استفهام. طيب، هون لما حكينا بالجملة العادية ولا يمكن يا سيدي، في عندي هون حرف النداء اللي هي الياء، هذا الحرف اسمه حرف النداء، فبالتالي هاي تعتبر جملة أو أسلوب كامل للنداء. طيب، هون عنا إذا بدكم ترجعوا شوي يعني نحكي بشكل سريع، إذا بدكم مثلا زي هيك استخراجات، خلينا نركز على الفقرة الأولى هون والفقرة هاي دي الثانية. ممكن إذا أجتكم بالامتحان ممكن المس تسألكم اعطوني مثلا حرف عطف، حرف عطف بده يكون اللي هو حرف الواو، زي هون هاي مثلا اسمه هذا حرف عطف، تمام. طيب، اعطيني مثلا فعل ماضي، فعل ماضي كلها هاي الافعال ماضية، كلها ماضية، يعني ممكن تحكي قال هذا فعل ماضي، مرت فعل ماضي، شعر فعل ماضي. طيب، اعطيني اسم، اسم من الاسماء زي التجار أو شهبندر هذا اسم، الصديق هو اسم، تمام. ناخذ كمان جمع، هل في عندك هنا جمع اسم مفرد؟ اسم مفرد صديق، في عندك جمع؟ في عندنا كتير جمع زي أيام، أسابيع هاي جمع، شهور هاي كمان جمع،
شو كمان بدنا نطلع؟ خلينا نحكي اسم إشارة، عنا هون اسم إشارة. طيب من الأشياء اللي دايما تطلب كمان، أعطيني حرف جر. في، هاي حرف جر. أعطيني حرف جر تاني. بنقول لك مثلا عن، هاي حرف جر. تمام، ممكن نحكي أعطينا كمان شو ممكن نحكي؟ ممكن نحكي أعطيني فعل مضارع. هذا فعل مضارع، يحكى، يقضي، يتشاركان. تمام؟ طيب نكمل بقية الأسئلة يا رابع. استخرج من النص المقروء الكلمة التي تحمل معنى كل كلمة ملونة مما يأتي ونكتبها في مكانها المناسب. طيب كلمة معناها نفس المعنى اللي هون، تمام؟ من وين بدي أجيبها هاي الكلمة؟ من النص اللي قرأناه هلأ قبل شوي. يعني أعطيني كلمة من النص فوق بالأعلى معناها يمضي مع صديقه أحلى الأوقات. تمنى شهبندر التجار أنه يمضي مع صديقه أحلى الأوقات. الكلمة اللي كانت موجودة في النص هي كلمة يقضي. طيب عرض شهبندر التجار مكافأة كبيرة للصديق الحقيقي. كبيرة كانت معناها كلمة مجزية، يعني كلمة مجزية شو معناها؟ معناها مكافأة كبيرة، يعني مجزية يعني كبيرة ضخمة. طيب كلمة معناها يزعم. سيعاقب شهبندر التجار من يزعم أنه صديق حقيقي، من يدعي، يلي بيدعي أنه هذا الشخص هو صديق حقيقي بده يعاقبه. أوكي، فكلمة يدعي معناها يزعم. طيب نادى شهبندر التجار حكيم المدينة، شو كانت الكلمة الموجودة بالنص؟ معناها نادى، اللي هي كلمة استدعى. طيب قال شهبندر التجار للحكيم صدقت فيما قلت. هو ما حكى صدقت، هو بالنص حكى أصبت. فكلمة أصبت شو معناها؟ معناها صدقت. هلأ زي هيك يا رابع، المطلوب منكم تعرفوا لي يقضي شو معناها. بتقول لي يقضي معناها يمضي، مجزية معناها كبيرة، شو معنى يدعي؟ معناها يزعم، شو معنى استدعى؟ يعني نادى، شو يعني أصبت؟ يعني صدقت. تمام؟ طيب نكمل مع بعض. السؤال الثاني بيحكي لنا اختار الفكرة الرئيسية المناسبة لكل مجموعة من الأفكار واكتبها في المكان المناسب إلها. يعني يساعد الصديقان بعضهما بعضا، وبظهر الصديق الحقيقي بالمواقف الصعبة، وبقف الصديق لجانبنا بأوقات الراحة والتعب. هل بنحكي نحن هون عن الآلية اللي بتم فيها اختيار الصديق؟ يعني كيف أنا أختاره؟ لا. هل حكينا بس عن الصديق وقت الضيق؟ لا، هون حكينا عن إنه الصديق كيف بيكون معاك بأوقات الراحة، بأوقات التعب، حتى بالمواقف الصعبة بيكون معاك دائما. كيف إنه الصديق لازم يساعد صديقه الثاني دائما. فإذا هنا نتحدث عن الصديق الجيد اللي دائما بيكون معاك على الأمور الحلوة والأمور المرة. طيب نقرأ برضه، يعني هون بدك تختار أنت شو الفكرة اللي بتناسب كل هدول الجمل الثلاثة، بتكتب لي إياها هون اللي هي صفات الصديق الجيد. طيب يا رابع بنكمل مع بعض كمان. خلينا نقرأ هدول الثلاث مجموعات ونشوف شو أحسن فكرة يعني بتجمعهم الثلاثة. فكرة من هدول، يا هاي يا هاي يا هاي، تجمع كل هاي الفقرات الثلاثة. أصبت أيها الحكيم إنني أبحث عن صديق مثالي، ولكنني لم أسأل نفسي هل أنا حقا صديق مثالي للآخرين. قرر أن يعمل بنصيحة الحكيم. قال شهبندر التجار للحكيم معك حق، يجب أن أكون صديقا للآخرين. هون قرر أن يعمل بنصيحته، يعني ندم. وبرضه لما حكى معك حق أنا لازم أكون كذا وكذا، برضه ندم وشعر بالندم وتراجع عن الأمور الغلط اللي عملها. وزي ما حكى هون أنا صح الكلام أنت اللي حكيته يا حكيم، أنا هيك هيك، أنا ما سألت حالي هل أنا أصلا صديق مثال للآخرين ولا لا. فبتحسوا فيها ندم، فيها تراجع عن الغلط اللي عمله هذا الحكيم التاجر، وبالتالي ما إلها دخل بتقديم العون للأصدقاء، وما إلها دخل. هي نصائح، أوكي هي نصائح قدم له إياها، بس هون ما ذكر إشي عن النصيحة إلا إنه هو الشخص هذا التاجر عمل بنصيحة الحكيم. فبالتالي الفكرة الرئيسية اللي بتجمع كل هاي المجموعات الثلاث هي التواضع والتراجع عن الخطأ. فهاي الفكرة اكتب لي إياها هون، التواضع والتراجع عن الخطأ. ونكمل مع بعض ترتيب الأحداث الآتية حسب ما وردت في نص القراءة. طيب انت الاحداث اللي قرأناها هون يا رابع، اللي قرأناها في نص القراءة، بلشت بالبداية انه شعر شهبندر التجار بالوحدة. اول اشي شعر انه هو حاله كتير زعلان، تمام، وحيد، ما في حد معه، ما في صديق له.
فبالتالي إجا عرض جائزة كبيرة لمن يصلح لأن يكون صديقا له. فإذا منحط كلمة أو هاي الجملة كاملة منحطها هون عند رقم 2، هيني كاتب لكم الأرقام الصحيحة. فاثنين عرض جائزة كبيرة للإنسان الذي يصلح أن يكون صاحب له. رقم 3 إجا الحكيم ونصحه، قال له تقرب من الناس آخر إشي طبعا، واختار صديق مناسب إلك من بينهم. تمام؟ إذا مرة تانية هنا في غلط. أول واحدة إنه شعر بالوحدة، هاي أول واحدة، هي مكتوبة هون ما شطبناها لأنها مكتوبة. اثنين إجا عرض جائزة كبيرة لمن يصلح أن يكون صديقا له. تمام؟ بعدين بعد ما عرض جائزة كبيرة مرت الأيام والشهور، وهل تقدم أحد؟ طبعا ولا واحد إجا تقدم. لا، إذا هون بنكتب مرت الأيام والشهور كلها هون بنكتب، وهون الجملة الثانية. فإذا هذه رح تكون رقم 3. طيب بعد ما مرت الأيام والأسابيع والشهور ولم يتقدم أحد ليكون صديقا له، بعدين إجا استدعى شهبندر التجار الحكيم ليفهم منه عن السبب. تمام؟ إجا راح استدعى الشهبندر التجار عشان يفهم شو السبب. تمام؟ بعد ما فهم راح إجا نصحه. إذا هاي 2، هاي 3، هاي 4، أوكي. وبعد ما استدعى شهبندر التجار الحكيم ليفهم منه عن السبب، راح بعدين نصحه الحكيم، هاي 5. شو نصحه؟ قال له اتقرب من الناس واختار صديق مناسب إلك من بينهم. وستة آخر إشي اللي هي عمل شهبندر التجار بنصيحة الحكيم، وهذه رقم 1. طيب هذا التشارت اللي هون غلط، تمام؟ لا تعتمدوه، هذا غلط. رتبوا الأحداث زي ما هي موجودة هون. إذا أول شيء شعر بالوحدة، 2 عرض جائزة كبيرة لمن يصلح أن يكون صديقا له، بعدين ما تقدم ولا واحد، بعدين إجا قال له ليه ما تقدم ولا واحد، إجا استدعاه، بعدين إجا نصحه تقرب من الناس واختار صديق مناسب إلك، وآخر شيء عمل بنصيحة الحكيم. تمام، ننتقل للسؤال اللي بعده، رقم 4. نتأمل المثالين الآتيين ونصنف الجمل الآتية إلى جمل تدل على حقيقة أو رأي بوضع إشارة صح في المكان المناسب في الجدول مقابل الجملة. طيب هل أنتوا عارفين الفرق يا رابع ما بين الحقيقة والرأي؟ يعني لما أقول لك أنا ما بحب الشاي لأنه هيك ما بحبه، هذا رأيك وليست حقيقة. أما لما أحكي لك إنه حبوب القهوة تؤخذ من شجرة، هذه تعتبر حقيقة. لما أحكي لك إنه الشمس تشرق من الشرق، هاي حقيقة. تمام؟ لما أحكي لك إنه من أهم المواد الدراسية في المدرسة هي الرياضيات، هاي تعتبر حقيقة، أو ممكن لا تعتبر رأي، أنت بتشوفه إنه هي من أهم المواد. لو بحكي لك الرياضيات تعتبر أحد المواد، هي أحد المواد، هاي حقيقة. لكن لو تحكي إنه أنا بعتبرها إشي حلو إشي جميل، بتعبر أنت عن رأيك. فهاي الفرق ما بين الحقيقة والرأي. طيب شهبندر التجار هو رئيس التجار، هاي الجملة تدل على حقيقة، فإذا بكتب حقيقة. لا يوجد في هاي المدينة صديق مناسب إلي، هذا يعتبر رأي. هو رأيه بيحكي إنه ما في عندي ولا صاحب. طيب خلينا نشوف مجموعة من الأمثلة تفرق فيها ما بين الحقيقة وما بين الرأي. يعني لو سمعت هاي الجملة، طيب الجملة بتحكي لم يتقدم أحد ليكون صديقا لشهبندر التجار، هاي حقيقة صارت إنه فعليا ولا واحد إجا وتقدم ليكون صديق إله. طيب كمان واحدة ثانية، جملة ثانية، منح شهبندر التجار الجائزة للحكيم، برضو هاي حقيقة صارت. هون حسب قرأنا بالنص إنه إجا وأعطى الجائزة للحكيم. طيب رقم جيم، أظن أن الناس خافوا وامتنعوا عن التقدم، هذا رأيه، هذا رأيه للحكيم لما حكى أظن، أنا بعتقد يا أيها التاجر، فبالتالي حكى رأيه، يعني أكيد الناس خافوا يا شهبندر التجار. فإذا جيم بدنا نحطها هون. تمام، تكتب لي إياها جملة كاملة هون يا رابع. أوكي. دال، أنصحك بأن تبدأ بنفسك وتكون صادقا مع الآخرين، هاي نصيحته، نصيحته الحكيم لشهبندر التجار، قال له كون صادق مع الآخرين، ابدأ بنفسك، ما تكذب على الناس، أنت كون صادق مع نفسك. تمام، إذا هاي الجملة دال بتحطوا لي إياها هون كاملة، بتكتبوا لي إياها كتابة. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده،
أصل كل شخصية من شخصيات القصة بالملامح المناسبة إلها بحسب فهمي لنص القراءة كما في المثال ونوضح السبب. طيب أنت هلأ قرأت القصة يا رابع؟ كلياتنا قرأنا القصة؟ بدنا نشوف كيف شفته هذا شهبندر التجار، هل كان إنسان طماع، هل كان إنسان خلص عقله يعني بدهوش عنيد، ما ردش على الحكيم وجرح طرده؟ لا. طيب خلينا نشوف بالضبط شو ممكن أنا أوصفه هذا شهبندر التجار. أول إشي إنه كان متسرع في الحكم، فعليا هو تسرع في الحكم لما حكى يلا أنا بدي أعاقب كل الناس وبدي كذا كذا، ويعني بسرعة يعني أصدر قراراته بشكل سريع بدون ما يفكر وبدون ما يسأل إنه هل كلامه كان صح ولا غلط. هو متفكر ومتأمل صح، بعدين صار يقعد ويفكر إنه ليه يا ترى ما إجا حدا وتقدم للجائزة. مستمع جيد لأنه قعد وصار يحكي مع هذا الحكيم ويأخذ ويعطي معاه، مش إنه رفضه، مش إنه عصب عليه، مش إنه طرده، ففي عنده حوار وهو مستمع جيد. أهم إشي بالحوار إنه أنت تكون مستمع. كمان تراجعه عن الخطأ، هذا فعليا موجود لأنه فعليا حكى آه والله صح اللي عملته أنا غلط وأنت صادق أيها الحكيم أصبته، حكى كلامك كله صح. ففعليا هل استفاد شهبندر التجار من كلام الحكيم؟ 100% استفاد من نصائح غيره، ويريد أيضا أن يفيد من نصائح غيره. طيب هذا الحكيم هل يعرف أهمية الصديق للإنسان؟ أكيد هو إنسان حكيم، يعني بيكون مر عليه الكثير من التجارب، كثير في ناس عم تسأله، بيكون قارئ وعالم وفاهم كثير من خبرات الحياة، فأكيد بيعرف أنه صديق قد إيه مهم للإنسان يخفف عنه وحدته. الحكيم هو أكيد إنسان له خبرة في شؤون الحياة، عنده تجارب كثير، فأكيد يستخلص أهم دائما الدروس بالحياة ودائما يفيد الناس فيها، وأيضا مخلص في النصح، بحب دائما أنه يعطي نصائح كثيرة وإرشادات كثيرة جدا. طب أنت احكي لي رأيك أنت يا رابع لما أحكي لك أنه صداقة لا تباع ولا تشترى. طبعا 100% الصداقة ما ممكن أنا أحكي لصاحبي خذ مصاري وتعال خلينا نطلع نتوش مع بعض، يعني أنا بدي أعطيه مصاري عشان يجي يمشي معاي. لا، الصديق مش هيك. الصديق الحقيقي لا يقبل منك أي نقود مقابل الصداقة، بيمشي معاك وبيساعدك بظروفك وانت بتساعده بظروفه، بتضحكوا مع بعض وبتزعلوا مع بعض، هذا الصديق الصح. شو رأيك بالعبارة أنصحك أن تتعرف على الناس وتتودد إليهم قبل أن تختار لك صديقا مقربا من بينهم؟ طبعا هذه نصيحة يعني جدا رائعة، انت فعليا لازم تتعرف بالبداية على كل الناس، مثلا خلينا نحكي بالحصة بالصف عندك، تتعرف على كل الطلاب كلهم بلا استثناء، تحكي معهم كلهم، تتعرف عليهم، بعدين تختار الصديق اللي حسيته قريب منك. أمر للحكيم بالجائزة التي كان قد خصصها للصديق المثالي المنتظر، جدا يعني لفتة حلوة، يعني زي كأنه بدل هذا شهبندر التجار كيف أنه ندم على قراره المتسرع وكيف أنه بده يكافئ هذا الحكيم لأنه انبسط بنصائحه واستفاد منها كثير جدا بالنسبة للصديق، وراح ساعده من خلال أنه وجه له يعني كلام، أعطاه جائزة اللي كان مخصصة للصديق. طيب شو العبارة اللي عجبتك أكتر إشي يا رابع؟ يعني ممكن أنت تكتب بطاقة الخروج هي عبارة عن مشروع أنت بتعمله، أنه تبعت مثلا لصاحبك، خلينا نحكي سليم، أي شخص ممكن سليم، ممكن الصبايا يكتبوا مثلا اسم صاحبتك مروة، مثلا رايا، أي إشي ممكن تكتبوا أي اسم صديقة لكم بتحبوها كتير، وبتيجي بتكتبوا هون اسمها يعني يا سليم يا رايا، وبتكتبوا لنا عبارة حبيتوها في النص مثلا، وبتيجي بتكتب لنا هون مثال عليها، مثلا كن صادقا مع نفسك، هاي أهم يعني أكثر شغلة أنا بالنسبة إلي عجبتني، وهاي مثلا يعني بتقدمها لمين؟ لأصحابك، زي نصيحة، زي أنت شو لسه يعني استفدت منه. تمام، فمنحكي كن صادقا مع نفسك بالبداية وبعدين بتكون صادق مع الآخرين، هاي من أهم النقاط والنصائح الحلوة اللي عجبتنا. طيب وانت تكتب اللي بدك إياه، أي إشي شفته عبارة ثانية حلوة عجبتك اكتب لنا إياها هون يا رابع. هاي يعني قصيدة كتير حلوة كتب لنا إياها أنطوان رعد عن الصديق. لي صديق دائما يحيا بقربي، قلبه يخفق في دقات قلبي، هو في الحزن عزاء، هو في الليل ضياء،
ضحكه علبة موسيقى تغني، ضحكه يسرق مني كل حزني. يا صديقي أنت أغلى أمنياتي، بهجتي أنت وأحلام حياتي. عندما تفرح أفرح، عندما تنجح أنجح، وإذا فارقتني يوما سأحزن، أنت عندي من كنوز الأرض أثمن. هذا الشاعر شاعر لبناني. بهيك نحن خلصنا درسنا الثالث، نراكم إن شاء الله في الدرس الرابع يلي رح يكون عن النحو والقواعد، ورح نحكي فيها يا رابع عن الفرق ما بين التاء المربوطة والهاء. شو الفرق بيناتهم؟ عندي شكلين للتاء المربوطة وعندي شكلين للهاء، وجدا مهم هذا الدرس لأنه حتى كتير ناس كبار وحتى مرات بيكونوا بالجامعة بخربطوا بيناتهم هدول يا رابع. شكرا لكم يا حلوين، ولا تنسوا تحطونا لايكات وتشيروا هاي الفيديوهات للجميع. شكرا لكم وإلى اللقاء.